بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 29 بعد 200. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في معرفة دلالة الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وتفسيرها، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف، ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير يعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام على اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان وتعليل الأحكام، وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن. لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا واضحا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربية ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معاني الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق في الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم بالاضطرار يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ونضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذا الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله تكون ضلالا. ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا ذلك سبيلا. ومن بعد عن سبيلهم ووقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله، وقال تعالى في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: إن الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق، ثم قالوا: التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. فيقال لهم: اسم الإيمان في الشرع غير اسمه في اللغة. ويبين الشيخ ذلك فيما ننقله من كلامه في الحلقة الآتية إن شاء الله، فإلى تلك الحلقة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.